من أساتذة وإداريين. تخرجي أقسموا سيواصلون مسيرة الإنماء. عنهم وقفت اليوم أنشد أحرفي رمزا لصدق محبة ووفاء. دكتور خالد الجيري رئيس المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط التربوي بأكاديمية الداخلة والذهب. طبعا لا يخفى عن أحد الدور الأساسي الذي تلعبه الحياة المدرسية في بناء شخصية التلميذ وفي دعم الأنشطة الصفية في تنشئة وتربية التلميذات والتلاميذ على مستوى المؤسسات التعليمية. وطبعا إيمانا من الوزارة بهذه الأهمية فهي تعمل على مؤسسة أنشطة الحياة المدرسية بالمناهج التعليمية طبعا من خلال مجموعة من المبادرات التي أجرأتها هذه السنة في انتظار مؤسسة هذه الأنشطة. والمثال على ذلك هو التشبيك الموضوعاتي الذي شمل 12 مهرجانا وطنيا، كل أكاديمية تحتضن مهرجان، وبطبيعة الحال هذه المبادرة خلقت دينامية على المستوى المؤسسات التعليمية، إضافة إلى هذه المهرجانات 12 نضيف إلى ذلك البرامج على المستوى الجهوي، وبالتالي أصبح الأنشطة تعرف غزارة على مستوى المؤسسة التعليمية، مما خلق دينامية على مستوى المؤسسة التعليمية. هذا كان من الضروري أن نتمنى وأن نقف وقفة لتقييم هذه الموسم، وبالتالي لأن دائما في لقاءات تقييمية دائما نقف على أن كون إشكال الزمن المدرسي، إشكال الدعم المالي، إشكال التحفيز، وبالتالي فنحن نقف من أجل هذا المسائل التي تم تشخيصها، ومن أجل الجانب الذي يعنى بالتحفيز فنحن ننظم هذا الحفل التربوي الخاص بتتويج جميع المتوجين والمتوجات على مستوى أنشطة الحياة المدرسية، هو كوقفة لتقييم الموسم وكوقفة لتتمين كل من عمل وكل من اجتهد وكل من ساهم في نجاح هذا الموسم الدراسي على مستوى أنشطة الحياة المدرسية، وأيضا وقفة لإعطاء نفس جديد للمؤسسات التعليمية من أجل الاشتغال خلال الموسم المقبل إن شاء الله، من أجل تفعيل الحياة المدرسية التي تلعب دورا أساسيا في بناء شخصية التلميذ وفي معالجة السلوكات المشينة التي أصبحنا نشاهدها داخل المؤسسات. محمد فوزي، مدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية للأسر. نحن اليوم في إطار احتفال جهوي بكل المتوجات والمتوجين في إطار أنشطة الحياة المدرسية، سواء على المستوى الدولي كما هو الحال بالنسبة لتمثيلية الأكاديمية في أولمبياد الرياضية بجنوب أفريقيا، أو على المستوى الوطني في مختلف المسابقات التي أنجزت في مختلف الأكاديميات في إطار عملية التشبيك بين الأكاديميات، أو على المستوى الجهوي في إطار مختلف الأنشطة التي تميز فيها تلميذاتنا وتلاميذاتنا في مختلف الأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية. هي مبادرة لتشجيع وتحفيز المتفوقين، وهي أيضا لفتح المجال لباقي المؤسسات ولباقي التلميذات والتلاميذ في المواسم المقبلة إن شاء الله لينخرطوا وليحذوا حذو هذه الثلة من المتفوقات، ليكون التميز والتفوق هو شعار هذا العمل الذي نقوم به والذي نلتقي ونتفق حوله إن شاء الله. بالنسبة للمديرية الإقليمية لأوسر، تميزت هذا الموسم في مجموعة من المجالات، خاصة في مجال تحدي القراءة على مستوى مشروع المؤسسة أو على مستوى البرمجية في إطار البرمجة أو على مستوى القصة المصورة، وكذلك في مجالات أخرى إلى جانب تمثيلية مديرية وادي الذهب في إطار متكامل، في إطار فريق عمل يشتغل في تكامل نتمنى إن شاء الله أن تكون له الآثار الإيجابية على تكوين وتربية فلذات أكبادنا وكذلك على نتائجهم الدراسية للتحسن والتفوق إن شاء الله. يوسف باري، مدرسة الشريف إدريسي. اليوم كاين حفل ديال تكريم المتوجين وطنيا ودوليا وجهويا للتلاميذ، هذا الحفل اللي دارته الاكاديميه بدعم من الجهه ديال الداخله والذهب، وحنا باعتبار ان التلاميذ ديال الشريف إدريسي فازوا بمرتبه ثانيه وطنيا في الاكاطون كودين 2019 اللي هي البرمجه، ف
قبل كان استعداد على مستوى الجهوي، كانت مسابقة جهوية شاركوا فيها ناس من بيرغندوز ومن الداخل بطبيعة الحال، واحتلت الشريف إدريسي المرتبة الأولى والمرتبة الثانية تباعا، لأن كانوا جوج فرق في الشريف إدريسي. دونك من بعد كانت المسابقة الوطنية اللي كانت فيها الجهات ممثلة كاملة، تقريبا شي أزيد من 30 أو تقريبا ما يقارب 30 مديرية إقليمية، والحمد لله دخلت كلاسات المرتبة الثانية بفضل ديال المجهودات ديال التلميذات هما اللي عندهم بكل صدق عندهم تفوق في هذا المجال، وكنتمناو ان اللي تبناهم التلميذ دابا هو فاز، ولكن من بعد يعني هو كيفوز ولكن بعد خصني نتبناه باش هذه الموهبه ديالو تبقى مستمره. اذا الحمد لله اليوم هما كيتوج الى جانب مجموعه من التلاميذ، يتوجوا مجموعه من الناس والخطابه سواء في مجموعه من المجالات، وهذا التزويج هو كيكون تشجيع للتلاميذ، تشجيع للبذل والعطاء واعتراف بما اسدوه الاكاديميه، يعني لان كلاسات دوزيام من بعد طنجه والمرتبه الثالثه كانت ديال فاس، يعني راه ماشي امر سهل، وبالتالي كنامنوا بان راه كاين مجهودات كتبذل في مدينه الداخله، وكاين اطر تربويه وكاين اساتذه اللي كيبذلوا مجهودات كبيره من اجل هاد التلاميذ هادو. وبطبيعه الحال كانت وكتعرفوا كاين المؤطر عنده واحد الدور، عنده مسؤوليه، يعني كيمشيو مع تلاميذ كيخصو يحافظ على السلامه ديال التلاميذ ويدوز الامور بسلام وكل شيء يدوز بخير، زائد انهم يتمتعوا بديك الرحله ديالهم. دونك واحد المسؤوليه اللي كبيره بزاف، والحمد لله توفقوا فيها المؤطرين، ونتمنى ان شاء الله التوفيق والمرات المقبله تكون عاوتاني نتائج احسن وافضل. سليمان احسيس، جيت من دراسه الشريف ادريسي، شاركنا في مسابقه سكراتش مرتبه ثانيه، خلينا المرتبه الثانيه على الصعيد الوطني. في فرارجي كنقرب من الشريف ادريسي، حتى المرتبه الثانيه في مسابقه سكراتش الوطنيه. سكراتش هو واحد التطبيق ديال البرمجه، من خلاله كنقدروا نسمي وضعيات، وضعيات تعليميه، وضعيات اطفال، وضعيات لاعب، وفضلوا كنوليو منتجين بدل المستهلكين. في مسابقه سكراتش الوطنيه قالت لنا شركه اورون قدموا موضوع ديال السلامه الطرقيه، صنعنا واحد البروجي وقدمناه، كان عباره عن سياره كانت تمشي الطريق عليه التقاط كل ما هو مفيد للسلامه الطرقيه وتجنب كل هو مضر. كنشكر الاستاذ ديالنا اللي سهر معنا وعاوننا باش نوصلوا لهذا الشيء اللي وصلنا له، وبلا بي ما كناش غنوصلوا لهذا الشيء اللي وصلنا عليه. وهو جائزه قدم لينا هو زرنا حديقه الحيوان في الرباط، وشفنا بزاف ديال الحيوانات وطرنا على الدار البيضاء. تسنيم لامين، عمري 10 سنوات، مثلت مدرستي في العديد من المسابقات. بداية أشكر الصحافة داخل بانكات التي ساهمت في التصوير، وأيضا ساهمت أيضا في العديد من النشاطات في التصوير. مثلت مدرسة بوانكوم في المسابقة الثقافية والفن الخطابة وتحدي القراءة العربي. بالنسبة لتحدي القراءة العربي فاحتللت المرتبة الأولى جهويا على صعيد داخل وادي الدهب، وفن الخطابة احتللت الرتبة الأولى في الصنف اللغة العربية. أما في مسابقة ثقافية فللأسف لم أحصل أي رتبة، لكن فزنا في المسابقة الثقافية بالنسبة للصنف الثانوي. أبو مازا، ندرس السنة الثالثة إعدادي مدرسة عفان بمدينة الداخلة. كان هذا اليوم قامت أكاديمية الداخلة وادي الذهب بالمركز الثقافي بعملية تزويج هذوك المتوجين في المسابقات الوطنية اللي داروا هذا السنة على هذه السنة هذه. وأنا الحمد لله كنت من المتوجين، حيث أنا توج بجائزة المرتبة الأولى في الشعر، المرتبة الأولى في الخطابة صنف اللغة الفرنسية، والمرتبة الثانية في الشعر على صعيد الوطن بصنف اللغة الفرنسية. بالنسبة لي هذا التتويج اللي قامت به الأكاديمية كنعتبره كتحفيز
ومهم جدا للتلاميذ اللي قاموا بهذه الانشطه هذه وحيث كيتوجوهم باش يستمروا في هذا المسار سواء كان في المسار الدراسي ديالهم او في المسار الفني ديالهم حيث يكون الفن وفي الشخص الدراسه راه كتعتبر شي حاجه مهمه على حسب الطفل كبير ولا صغير كتعتبر شي حاجه مهمه وهذا شيء مهم بالنسبة لي أنا بزاف حيث كيساعدني باش كيحفزني باش نستمر في المسار ديال الشعر والخطابة أحسن نص مسرحي للأستاذ نور الدين اليعقوبي من ثانوية إذن قلت كما عبد صابر والأستاذ صبار وأيضا سونو لثانوية الفتح طاج الوثائقي على عملهم القيم وراء الجدران وتمثيل التلميذة مريم العلوي أو لا والمرتبة إذن طبعا الفتح وفية لحروفها فيلم يبدأ بالفاء وفتح تبدأ بالفاء التاريخ طبعا نعتز بها صورة تهم مجال فيلم التربوي اللحظة نمر